السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشتركاتي الوفيات. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معايا طريقتي كيفاش نفخ الحمص واللوبيا باش نطيبهم. راح تشوفوا معايا طريقة مثالية بدون ما نستعملوا خميرة كيميائية، بدون ما نستعملوا بيكربونات، وراح نتحصلوا على حمص ولوبيا طيبين زبدة. راح تشوفوا معايا كذلك سلطة مغذية وصحية للحمص. راح تشوفوا أيضا طريقة تجميد الحمص. إذا الفيديو هذا راح نعطيه لكم على الحمص، ولكن تبعوا نفس الطريقة مع اللوبيا. نتمنى لكم مشاهدة طيبة للفيديو. نبداو بسم الله على بركة الله. إذا ناخد هكذا إناء راح نحط فيه كمية الحميصة اللي نحتاجوها. أنا هنا عندي رطل تاع الحميصة، راح نحطها في الوعاء هذا. اليوم أنا استعملت هاد الحميصة، الحميصة تاع زمان. طبعا في الاول راني رايحه نقبل نشوف فيها الا كان فيها كش حبات راهم راشين ولا كش حجره ولا نحيها. الحميصه ديالي راني شتها ما لقيتش فيها يعني حتى حاجه ماشي مليحه، ما لقيت فيها الحجر، ما لقيت فيها حبه راشيه. الان راني رايحه نغسلها جيدا في الاول بالماء العادي. ما شللت الحميصه ديالي مليح ونحيت لها كش مغبار يكون فيها، يعني شللها مليح حوالي مرتين لثلاثه. الان ندير لها ماء نظيف. اذا هنا كما راكم تشوفون نحط الكميه اللازمه، لانه الحمص لما يتنفخ راهو رايح يتضاعف في الحجم، لازم نحط له الماء بزياده. ماء عادي يعني ماء تاع الحنفية هكذا، هذا هو يعني القدر الكافي من الماء، دائما يكون اكثر من الضعف تاع الحمص. هنا الان انا واش ندير، نخلي الحميصة هذه ديالي هكذا حوالي ساعتين ثلاث سوايع، نولي ليها ونغير لها الماء هكذا. راح نتخلصوا اولا من الغازات اللي تكون في الحميصة، وتخلصوا كذلك من الرائحة. هذه الخطوة نعملوها نفس الشيء مع اللوبيا كذلك، نشمخوها هكذا طبعا كما قلت لكم بعد ما نغسلوها ونشمخوها، ونقعدوا مرة على مرة كل ساعتين كل ثلاث ساعات نبدلوا لها في الماء. إذا كاين اللي يشمخوها في الليل، أنا بالعكس لا، نشمخها الصباح. يعني إذا كنت حابة نطيب حميصة ولا لوبيا نشمخها في الصباح باش نوجدها الغدوة من ذاك. كما الآن أنا راني في الصباح، راهي الآن تقريبا العشرة تاع الصباح، راني نحضر فيها هذه، حنشمخها نحتاجها الغدوه من داك. لانه الحميصه قد ما تتشمخ مليح وقد ما نعطوها الوقت الكافي باش تتشمخ مليح وتتنفخ، راح نتحصلوا على حمص يكون طايب زبده. اذا انا واش ندير، كما قلت لكم راح نخليها الان، وانا يعني كامل هذا اليوم نغير لها الماء ديالها كل مره كل ساعتين ثلاث سوايع على حسب ما تقدري، غير لها هذا الماء وبدلي لها ماء جديد حتى يوصل يعني الليل. انا لما يوصل الليل راح تشوفوا معايا واش راني حندير. رجعت معاكم هنايا، راني في الليل يعني تقريبا جلست حوالي 8 ساعات ولا 9 ساعات. الحميصه ديالي كما قلت لكم كنت غيرت لها الماء كل ساعتين كل 3 ساعات حتى نشوف هذاك الماء كما راكم تشوفوا راه نظيف، والحميصه ديالي راه تنفخت. ولكن انا الان ماشي دوكا اللي راني رايحه نخبيها ولا نغليها، راح نزيد نخليها حتى الغدوه من داك. الان انا النوعيه تاع الحميصه ديالي راني متاكده منها باللي نوعيه جيده، يعني مانيش راح ندير لها حتى اضافات، راني حنخليها تكمل بهذه الطريقه. اللي شافوا الحميصه ديالهم ماهيش طيابه، هنا في هذه المرحله ممكن تضيفي ملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه، خميره الحلويات، ولا تضيفي ملعقه صغيره من البيكربونات. هذه في حالة ما إذا شفتوا الحميصة ديالكم ما هيش نوعية جيدة وما هيش طيابة. إذا أنا هنا بعد ما غيرت لها الماء المرة الأخيرة راح نخليها هكذا الغدوة إن شاء الله هكذا باش تزيد تشمخ مليح وتزيد نشوفوها ضعفت أكثر في الحجم. معكم حبيباتي هنا راني غدوة من داك
العشرة تاع الصباح، يعني كيما شفتوني كنت شمختها البارح على 10 تاع الصباح، الحميصة ديالي تبقى مشمخة في الماء حتى الغدوة من داك على 10 تاع الصباح تقريبا 24 ساعة. من خلال هذيك 24 ساعة كما قلت لكم نغير لها الماء عدة مرات. الحميصة ديالي ها هي هنايا، شوفوا الله يبارك راهي تنفخت مليح الان هنا في هذه المرحلة. اذا كنتي حبيتي تخبي الحميصة ديالك هكذا في كيس بلاستيكي تخبيها هكذا او تقسميها في عده اكياس، هنا لك الاختيار. على العموم حتى ولا كان حطيتيها في كيس بلاستيكي واحد، الحميصه هي سهله يعني باش تاخدي قطعه ولا كميه منها قسم ما تحتاجي. واذا كنتي حابه طيبيها باش تكونجليها تبعي معايا الطريقه. الحميصه ديالي بعد ما نقيتها المره الثانيه باش نشوف اذا كانت حبه راهي مسوسه ولا لا، لانه لما ينتفخ الحمص راح يبان يعني اذا كان مسوس ولا لا، مش كما يكون يابس ناشف. راح نفرغوا الكميه تاع الحميصه ديالي، نفرغها في طنجره الضغط وراح نحط عليها الماء الكميه اللازمه لطيب لي هاد الحميصه هذه. هكذا اذا انا هاد الكميه حتكفيني. الان واش ندير، حنحط انا هاد العظمه تاع الغنمي اللي كانت عندي في المجمد راح نحطها هنايا. انت حطي اي عظمه سواء هكذا تاع الغنمي ولا تاع الدجاج ولا تاع الديك الرومي، واذا كان ما عندكش يعني ممكن تستغني عليها، ولكن هاد العظمه هذه ولا حتى قطعه صغيره من تاع الدجاج راح تعطيك بنه رائعه في الحميصه ديالك وما تطيبش صامطه. راح نضيف لها كذلك كميه من الملح، ما نكثروش بزاف الملح هنا. ردوا بالكم ما ديروش فلفل الكحل هنا في هذه المرحله، لانه فلفل الكحل يكحل لكم عفوا الحميصه ديالكم. راح نضيف لها شويه تاع القزبر الملحي. ونضيف لها كذلك قطعه صغيره من البصل هكذا، حتى هذاك الماء هذاك راح يجي بنين ونحتاجوه باش نمرقوا به ولا يعني نحطوه في الوصفات ديالنا. والان راح نغلق الطنجره ونحط الطنجره ديالي فوق النار لحوالي 20 دقيقه. هنا بعد مرور 20 دقيقه بالضبط فتحت طنجره الضغط ديالي، هاي ليك الحميصه هذيك طابت ما شاء الله، هاي ليك هنا وريحتها صدقوني ريحتها روعه. شوفوا هاي سخونه ها هي طابت كما نقولوا زبده وريحتها ما شاء الله. وحتى هذا المرق ما ناش حنا نرميوه. انا الان واش ندير، راح نصفي الحميصه ديالي نحي العظمه هذيك. يعني هاد الطريقه تولم حتى في الاعراس ديروها في الاعراس، طيبوا الحمص ديالكم هكذا مثلا درتو الطعام ولا متوم ولا طيبوا الحميصه ديالكم بهذه الطريقه في العراس. العراس نديروا كميه كبيره من الحميصه، لما ديروها هكذا بهذه الطريقه وديروا شويه بصل لداخل وديروا كامل يعني كيما شو الطريقه هذيك راح تحصلوا على حمص يكون بزاف بنين. الان كما قلت لكم نصفي الحمص ديالي. هكذا كيما درت فلفل الكحل الحميصه ديالي طابت ما شاء الله، طابت بيضه لانه فلفل الكحل تفاداه هنا في هذه المرحله راح يكحل لكم الحميصه ديالكم. راح نخلي الحميصه ديالي تبرد وكذلك الماء هذا ديالها يبرد وراح نشوفوا طريقه الاحتفاظ ديالها في المجمد. لو طون يبرد الحمص ديالي راح تشوفوا معايا على السريع سلطه خفيفه تاع الحمص. في سلطتي حطيت شويه تاع بصل مقطع رقيق مكعبات صغيره، الا كان عندكم بصل خضر تقدروا ديروا بصل اخضر، كذلك طماطم حبه صغيره قطعتها الى مكعبات، وعندي في الصغير كذلك ميناء الثوم. راح نحط عليهم كميه من الحمص يعني هنا على حساب عدد افراد العائله. راح نضيف عليها زيت الزيتون حوالي ملعقتين ولا ثلاثه كبار من زيت الزيتون، نضيف كذلك رشه من الليمون وكمية من الملح. ونخلط جيدا هذه المكونات. ثم نفرغ الحمص في طبق التقديم
هكذا بهذا الشكل نوزعه جيدا. وللتزيين زينته بشوية زيتون، شوية معدنوس، وبيض مسلوق. وفي الأخير ضفت له رشة من الكمون ورشة من زيت الزيتون. يعني هنا السلطة هذه صدقوني تجي بزاف بنينة، وراهي غنية بالبروتينات ومغذية. وكامل نعرف فوائد الحمص، فوائد الحمص لا تعد ولا تحصى. نتمنى تجربوا هذه السلطة لأنها فعلا بنينة، ثانيا صحية، خاصة لما عملناها بالكمون رانا راح نتفاداو كل الغازات اللي تكون في الحميصة. والآن كملوا مع بعض طريقة تجميد الحمص. الحمص ديالي بعد ما برد راني رايحة نحطه في أكياس خاصة بالتجميد. هاد الأكياس هادو مانيش راح نعمرهم كامل كيف كيف، لأنه عندنا بعض الوصفات اللي تحتاج كمية كبيرة من الحمص، مثلا الشخشوخة والطعام. وعندنا بعض الوصفات كيما الشوربة، أنا مثلا نرمي فيها غير كمشة صغيرة، لذلك ما نعمرهمش كامل كيف كيف، نعمرهم ونغلق عليهم جيدا ونحطهم في المجمد. هاد الحمص راهو طايب مليح، راهو طايب تماما، يعني كي نطيب كش حاجه اللي تحتاج للحمص راح نرميه في اخر دقيقه باش يبقى محافظ على الشكل والقوام ديالو وما يتحرحرش معنا داخل الماكله هذيك. وبالنسبه لهذاك المرق ولا لو بويون هذاك تاع الحمص ما نرميوهش، لانه راهو غني بالفيتامينات، غني بكل الفوائد يعني اللي في الحمص، لذلك ما نبذروش وما نرميوهش. راح نديرو هكذا في اكياس، ناخذ اكياس بلاستيكيه غذائيه نحطها هكذا في كاس ولا في وعاء، وناخذ كميه منه هكذا ونغلق عليه جيدا، نربطه مليح ونحطه كذلك في المجمد. راح نقسم انا هاد المرق هذا على حساب اكياس تاع الحمص. هكذا كل ما نرمي كمشه من الحمص نرمي معاها هاد الماء تاع الحميصه ديالها. وكان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، طريقة ترطيب الحمص وطريقة الطهي ديالو، خاصة الطريقة هذه اللي عطيتها لكم تناسبكم كثير في الأعراس ديالكم باش تحصلوا على حمص طايب كي الزبدة وحمص لذيذ جدا. شفتوا كذلك معايا طريقة التجميد ديالو، استغلينا حتى الماء هذاك اللي طايب فيه الحمص ما نرميوهش، حتى هو كذلك نجمدوه. أشكركم على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، نلتقي في فيديو آخر بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.